بالنسبة لك أنت كريم، فما شكون قال لك أخرج؟ علاش تربط مصيرك بالليغ دو؟ علاش تربط مصيرك بالملعب التونسي؟ كاريرك وراك، يعني لعبت في الأربع جمعيات كبار، البالماريس نتاعك تبارك الله، فما شكون جي قال لك وإلا أنت قررت أنك تبقى عرفان بالجميل للجمعية هذيا؟ والله نعيم الحق، السؤال هذا تسأل لي برشا مرات، وأول مرة باش نجاوب عليه. برشا كلام وبرشا عباد وكلموني وقالوا لي الكلام هذا. باش نبدا واضحين، أنا راني ما ديما باش نقول صحيح لعبت في الستاد وراني مانيش ولد الستاد ولا ولد الكلوب ولا ولد الترجي، أنا ولد مقري. مي الجمعية راني اللي نمشي لها نعطي فيها بقلب ورب. يمكن أنا نقول حتى ستياسيون اللي جيت فيها الاستاد عارف الاستاد على شنو قادم، معناها مانيش تفاجأت ولا عارف الاستاد على شنو قادم. مي كيما قلت معناها ساعات يلزم تخلي اللي ميسالش، معناها اسم الجمعية مش معناها استاد تونسي، اسم كبير كي سوا باش تطلع في الليغ دو ولا باش تطلع في الليغ ان، ديما باش تقعد اسم كبير. معناها ساعات يلزمك نقولوا نحنا تعض على قلبك وميسالش وتعاون، معناها كي سوا ما نحكي انا كي سوا مع استاد ولا اي جماعه اخرى اللي لعبت فيهم. معناها كان جاتني الكا هذه راني نعمل، وكيما نعرف ديما قلت انا نعيم اللي استاد عنده محبه خاصه عندي انا، اللي كي تعيش في استاد المحبه هذه تتكون لك من غير ما تشعر، فهمت؟ ديما نحكي على معناها نحكي الكلام تاعي انا، معناها ثم جوارات ينجم يكون كلامي انا صار لهم كيف كيف ينجم العكس كومبليتمون، فهمت؟ كيما قلت لك معناها يمكن الجمعيه البريود اللي استحقتني معناها ويلزمني نكون انا، معناها بحكم نجم نكون انا الكبير في الجروب، فهمت؟ يلزمك تلم تعرف كيف تلم الجروب. الحمد لله الاوبجيكتيف هذا معناها قاعدين نخدموا عليه مع قدوم ستاف اللي يزيد يشجعك باش تقعد، سي لطفي وستاف معاه، سي لطفي القادري وستاف اللي معاه. وش باش نقول لك هذول ليسونسيال تاو يلزموا حطوا ساقينا على القاع، والاوبجيكتيف الاولاني اللي باش ترجع به ستاد في اقرب وقت الليغ ان شاء الله يتحقق.